تروح المستشفى، روح للبيت. ما عندي بيت، بابا متوفي. عمو وديني المستشفى. ماما مريضة. وديني المستشفى. أخذ هذا الرقم واتصل علي. على الشارع واقف. وقف اتصل، اكو بنية على الشارع واقفة. ريحان. اي مستشفى؟ اي مستشفى انت؟ عندكم بالمستشفى بنيتي. ماما مريضة. السلام عليكم. عمو انت وين اهلك؟ انا ما عندي اهل، بابا متوفي. شلون هسه وين اوديك؟ هسه عند اروح من المستشفى. لا لا تروح المستشفى، روح للبيت. ما عندي بيت، بابا متوفي. أيضا لو ما أروح. زين وين تروحون إذا هسه ماما مثلاً ما هي؟ إحنا لازم نروح المستشفى. زين أقدر مثلاً أخذك الغير بير؟ غير بير مستشفى؟ عمتي طردتني. ليش عم تشطردتك يا حبيبتي؟ ما أدري. لا المستشفى لا تروحين، لا تروحين لأهلك. ما عندي اهل، انا بابا متوفى وعمتي طردتني. انت الساعة وحدك هنا؟ بعد ماما راحت وستجي، يعني تاخذها في اليوم يومين وتجي. والله حبيبي ما يقدرون يقولون لها امك توفت. ان شاء الله الله يطول بعمرك. كل احنا نموت وكل احنا هاي ويا الحياة. اوكي تروح ارجع للبيت. انا ما عندي بيت، بابا متوفي. بابا متوفي؟ الله يرحمه. وين بابا وين؟ بابا متوفي. وبابا متوفي؟ يعني انتم ميتان؟ يعني انتم ميتان؟ هاي حبيبتي؟ انا اوديك، وين تردين اوديك هالمستشفى؟ لا انا اريد اوديك. وين ما تردين اوديك؟ المستشفى. امك توفت يا حبيبتي، هي الحياة. انت تدرين حبيبتي ريحان انه احنا كل احنا نموت، صحيح لا مو صحيح؟ قاعد يشرح لها. انت يا حبيبتي انا ما اكذب عليك، يعني هسه المستشفى من خابرتني قالت انه ماما توفيت. ردي بكي ردي بكي. لا 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 انا ماما وانا بابا، شو تقول؟ ويلي يقولهم انا ماما وانا بابا، شو تريدون انا اسوي لكم؟ امكم توفت ويرضي يبكي، وهو انسان بسيط ويشتغل على باب الله حتى يجيب رزق اليوم، علاقة اليوم ويرجع بيها للبيت. دشوفون الإنسانية اللي موجودة عند العراقيين يا أخوان. بس عمو ماما شلون ماتت؟ يا حبيبتي هي الحياة يا حبيبتي، ومش توفت يا الحياة. قاعد مقمص بالشارع لا مستنكف ولا شيء، طفلة. يبكي يبكي. تجربة اجتماعية بسيطة بينا بيها واقع الغيرة العراقية اللي موجود بالنجف. حيا الله النجفيين على هاي المواقف المشرفة، المواقف الواضحة اللي بينها هذا الفيديو أو هاي التجربة، وهم سواق تاكسي أصحاب الدخل المحدود اللي يشتغلون ويجيبون علاقة اليوم ويرجعون بيها للبيت وانتظرون ثاني يوم حتى يطلعون. هاي الطفلة لفتت انتباههم ووقفوا. عمو وين تروحين للمستشفى؟ عمو وين بيتكم؟ ما عندنا بيت. زين شلون؟ عمتي طردتنا. أبوك وين؟ أبوي متوفي. يعني أنتوا أيتام؟ إي أيتام. زين شلون؟ واتصلوا على المستشفى أمك توفت. سأكون ناس ما قدرت حتى تقول لها أنه أمك توفت، تلقاها الحسرة بقلوبهم والدمعة بطرف عيونهم. وأخير شيء أبو السيارة، صاحب السيارة الأفي وعاشت إيدك على هذا الموقف، يبكي يبكي. يقولهم أنا أصير أمكم وأبوكم، شنو اللي تدور من عندي أنا أسوي لكم؟ مو غريبة علينا هاي المواقف، ولا غريبة علينا هاي الغيرة النجفية الأصيلة اللي موجودة بأرض أبا الحسن علي بن أبي طالب
وأتمنى أنه هاي التجربة توصل لكل العالم ويشوفون شنو يعني النجف وشنو يعني النجفيين وشنو يعني الغيرة النجفية.